السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. اليوم راح نتعلم شلون ندخل الشفرات مالت لعبة أو بي جي، ون بيس أو بي جي طبعا. الشفرات اللي وصلتني تقريبا 28 شفرة عادية، وكلها راح أخليها لكم وإن شاء الله تستفيدون منها باللعبة. لتدخيل الشفرات الحقيقة أدوس على الأفاتار أو الصورة مات ون بيس، شايفين هي مسمك. ثانيا أروح على ثالث وحدة من اليسار اللي هي ريدم كود، أدوس عليها تطلع هذا مكان الشفرات اللي راح نحطها. أول وحدة طبعا الشفرات كلها كابيتال لاتر، حروف كبيرة بالانجليزي. احط او واحط بي، وبعدين الارقام تليها تأتي الارقام تريبل سكس، واقلها دون. ادوس الصفرة كونفيرم. هاي اول شفرة، ثلاث كتب خضراء طالنا، شايفين. الشفرة الثانية ايضا اكتب او بي حروف كبيرة، لا صفر هذا، لا او بي، وبعدين احط ثلاث سبعات اخلي، واقول له دون، وادوس كونفيرم. ايضا ثلاث كتب خضراء. الشفرة الثالثة أيضا أو بي، وأحط هالمرة تريبل إيت ثلاث ثمانية، أقول دون كونفيرم. أيضا ثلاث كتب خضراء. الشفرة الرابعة راح اكتب ون بيس بس بالحروف الكبيرة الحقيقة، ون اكتبها ون بيس كلمة واحدة طبعا، ماكو مسافة بينهم، بيس ذات ون بيس، واحط 11 وراها رقم 11، واقول لك كونفيرم. ثلاث كتب حمراء مثل ما انتم شايفين. الشفرة اللي بعدها راح اكتب في اي بي، واكتب تريبل سكس يعني ثلاث ستات، عشر كتب خضراء. الشفرة اللي بعدها في اي بي، واحط ثلاث ثمانيات، عشر كتب ايضا خضراء. الشفرة اللي بعدها الحقيقة ما متأكد منها أنا، بس هاخليها لطفي، كلمة لطفي، هنشوفها تشتغل.
ريدم كود ايرور ما اشتغلت. لا مو لطفي، لوفي هي، لوفي شاب لطفي علينا. وين قاعدين يعذرونا اخوان المصريين؟ اخوان المصريين اعذرونا. لوفي هي، لو في دبل اف اي، لا كابيتال لتر لازم، كلها حروف كبيرة اعتقد. الان صحيح 10 كتب خضراء. طيب الشفرة اللي بعدها 1 بيس، خل اكتب 1 بيس والله. 1 بيس بس، 1 بيس فقط بدون رقم. هالمرة كتبنا مساع رقم 11 وياها، بس هالمرة 1 بيس بدون. 3 ماسات وواحد كتاب أخضر، حلو. خلينا نشوف الشفرة اللي بعدها. كلمة ايس بالانجليزي، ايس عشر كتب خضراء، جميل. خل اكتب او بي، لا كابيتال او بي، او بي 6 فقط، رقم 6. ثلاث كتب خضراء، نكتب او بي 7. ثلاث كتب خضراء ايضا، راح اشيل بوبي انا اوبي. هالمرة راح احط 8 ايضا. اشتغلت الشفرة، خلينا نشوف هالشفرة هاي تشتغل ويانا. الشفرة بالكتابة العادية ما يحتاج اسمه، كابيتال لتر 3 5 ستار، صار في 5 ستار. شوفها تشتغل، حلو والله. شفرة قوية هاي، 300 ماسة وي اكس بي 200 الف، 200K يعني 200 الف، شيء جميل. قوية هالشفرة هاي طبعا. من أقوى الشفرات اللي دخلناها. خلينا نشوف الشفرة اللي بعدها، راح أكتب فري أيضا، فري اس اس، لا اس اس ار. هذه ايضا شفرة قوية، شايفين 300 ماسة و200 قطعة ذهبية، حتى تشترون براحتكم. الشفرة اللي بعدها اكتب
كلمة زيرو زيرو فقط، 10 كتب خضراء، الشفرة بعدها حكتب يوتا وشوف. ألو، جميل، 3 كتب حمراء. الآن سوف أكتب R CD غلط، شفرة R CD، خنش كلها سمول لتر، يمكن كلها كابيتال لتر. R C D لنرى الآن. الشفرة لا تشتغل. ثلاث كتب حمراء، رد، مجرد اكتب كلمة رد. الشفرة التي بعدها اكتب كلمة happy بالأحرف الكبيرة، وخلي 666. هذه شفرة قوية، 50 ماسة و10 كتب خضراء و200,000 قطعة نقدية ذهبية، قوية هالشفرة. طيب خلقت كلمة لك يعني حظ لك، وراح اخلي يمها 888. ايضا شفرة قوية، 100 قطعة لحم طانة و10 كتب خضراء و100,000 قطعة نقدية. راح اكتب جود، كتبوا معاي شباب. راح اخلي 999، اقول لك كونفيرم. هاي شفرة قوية ايضا، 100 قطعة لحم، 100 ماسة و500,000 قطعة ذهبية، من أقوى الشفرات. أيضا راح أكتب كلمة هابي، وراح أخلي 888 وأقول لك فور. أيضا شفرة قوية هذه، شايفين؟ الآن ماذا نكتب؟ راح أكتب كلمة هون بيس.
اكتبها عادية one piece وحط دبل يعني 33 يمها دبل 3. هذه الشفرة قوية يا 100 ماسة و 100 لحم وثلاث كتب حمراء. وان بيس راح اخليها واحط 2 دبل 2 ايضا شفرة قوية شايفينها. ماذا لدينا بعد؟ وان بيس هالمرة اكتبها كابيتال لتر. كتبتها كابيتال لتر وان بيس. والتربل 7 لاحظ اقول لكم فرم 100 ماسة وثلاث كتب خضراء. راح اكتب بي كي امسح هذه بي كي واخلي تريبل 8 ثلاث كتب حمراء. راح اكتب ايبك سمون ايبك واخلي سمون لازقة بيها. ايبك سمون تماما مثل هذه واحط رقم 50 يمها. كونفيرم ايضا 100 ماسة وثلاث كتب. الى هنا اختم معكم هذه حبايبي الشفرات، شفرات الهدايا ممنوحة من الشركة طبعا الراعية للعبة واللي وصلتنا، شاركناها وياكم وامل الحقيقة تستفيدون منها وتشترون اللي تردونه وتكملون اللعبة فيها. حتى ألقاكم في لعبة جديدة. هذا أخوكم ماجد في أمان الله.